الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا نسأل الله العلي القدير أن يجعل من أجل هذه الساعة ساعة استجابة إن شاء الله ويتقبل من سائر الأعمال الصالحة. فاليوم يوم عرفة يوم عظيم إن شاء الله إخوان ربما معنا إخوان صائمين فباش ما نتعطلوش عليكم إن شاء الله نسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جميع هذه الأعمال. فأولا أود أن أعتذر على هذا الضجيج هذا اللي يعني واقع على برا يعني الإخوان كانوا اليوم يعني غادي يكونوا سلام هذه الخدمة هذه ولكن البارح كملوا ذيك يعني واحد الصفيحة ديال البيطون فيها 35 سنتيم هذو كانوا كيعتقدوا أن فيها 35 ملي كملوا هلقى واحد أخرى ديال 35 فيعني البني كل شيء غادي يتعطل واحد اليوم ولا ثلاثة فهم قرروا باش يكملوها اليوم هذاك الشيء باش نتمنوا إن شاء الله الإخوان ديالنا يعني يسمحوا لنا وصبروا معنا. فإذا مشوا حتى يعني وقفناهم اليوم ما غاديش يخدموا هذيك الماكينة اللي غادي تجي السيمانة الجاية اللي يعني مبرمجة باش غادي تجي تقب في الأرض وتخشي ديك الحدايد ديال في الأرض الركاز في الأرض يعني حتى هي غادي تأخر. فاحنا بغينا إن شاء الله باش نسولوا هذا الشيء على داك الشيء باش يعني هاد الإخوان هادو على برا راه خدامين. فمعذرة باسمي وباسم الجمعية ديال في اللجنة ديال المسجد فنتمنى إن شاء الله تفهموا هذا الموقف. ثم الإخوان ديالنا للتذكير صلاة العيد غدا إن شاء الله غادي تكون في المسجد ديالنا هذا وغادي تكون مع 6:30 غادي نذكر مرة أخرى الصلاة إن شاء الله مع 6:30 ديال الصباح غادي نصلي في هذا المسجد ديالنا. فنتمنى إن شاء الله ربي يتقبل منا ويجوا شوية بكري لأن المسجد غادي يكون مفتوح مع 5:30 إن شاء الله. ومن النقطة الإخوان ديالنا مازال شي إخوان كيباركيو السيارات على هذه الجملة ديال الطريق. الإخوان ديالنا هذه البلاصة راه ممنوع توقف فيها يعني يوم العيد هما البوليس راه عارفين هذه القضية هذه. فاللي وقف السيارة ديال هذه الجهة هذه يعني عارف بأن كيغامر بالروسي. فالإخوان ديالنا من الأحسن الإنسان يتمشى شوية وقف عليه ولا على هذه الجهة. الحمد لله الباركي الموجود أمسترمسترات فيه بوني كاين الباركيات بزاف. ثم النقطة الثالثة الإخوان ديالنا إن شاء الله غدا غادي يجمعوا شوية الصدقات. أنتم عارفين هذا البني هذا حاجة كتجبد حاجة وكل ما فكرتي كتقول بأن سافر فكر في أي حاجة كتجي لك واحد الحاجة. مثلا هذا الحجر اللي فوق بالنسبة للطاقة الشمسية في الأول قال لك غادي تحيد لأن البيت ما يقدرش يهز الثقل ديال هذيك الحجر وذيك الطاقة الشمسية. ولكن الحمد لله كاين إخوان محسنين فنتمنى إن شاء الله الإخوان ديالنا اللي مازال ما أدوش هذيك المبلغ اللي اتفقت عليه الجامعة ديال 460 أورو أنهم يودوها. الحمد لله مازال الإخوان مثلا واحد الاخ دابا عاد ودا 460 اورو ديال الفارمت بومب. فغدا ان شاء الله غادي نجمعوا الصدقات فجيبوا معكم ان شاء الله الماستر كارد ولا البين اوتومات ولا المهم كل شيء مرحبا به. فمازال حنا مازال كنقصنا واحد المبلغ ديال 10000 اورو باش نكملوا هذيك سميتها الفارمت بومب. بالنسبه للطاقه الشمسيه الاخوان ديالنا الاسبوع الجاي الاثنين غادي يبداوا بالتركيب ديال الطاقه الشمسيه. الحمد لله هذا من فضل الله باش نستغلوا بعد هذه الايام طول هذه الايام الشمسيه. ثم الاخوان ديالنا انا غدا ان شاء الله ربما ما غاديش نسلم معكم ولا غادي نسلم الله اعلم على حساب علي الشغل. واذا سليت انا غدا غدا مسافر ف يعني اي واحد غلطنا في حق ولا شي حاجه كنطلب السماحه ونتمنى الدعوه معنا ان شاء الله باش ربي يسر السفر. الاخوان ديال اللي كل شيء مسافر ان شاء الله يسر الامور ديالهم ف مسامحه وحتى غدا ان شاء الله. بارك الله فيكم. اكزالتو خدنا الى سي فطال باس بروديس جوستس على اسم تبي خينا بين خراف اونز اكسكيوز ام بي فور تخلاد فور هاري بات اتفاس اخر كريت خبلانت فندق زوز ال كلاز موت كلاز مت مدي اتسلوب فان ديه بتون بلات على ان هلاس خيستر زين زين نوخن ديك بلات فان 35 سنتيمتر ام مصيف بتون تيخ كوم ان دي فيلز فندق اوك خان افرون دسو دات هاي فوهند ويك دور خات وان دستات فوهند ويك دو بلاين دات هاي ماشين اوك انفيزغ is ام دي هاي بالا درين سلان فندان لانو دات اونز بروديس وف دي نوخ سيز بيزغ مت تريلا مورخ خبات ان شاء الله فن صلاه العيد ديزال ام هارف زيفه بلاص في ان شاء الله هارف زيفه فنف هارف زيس از ذا موسكي اوبن ان شاء الله ريس بيلكم مرحبا ان شاء الله اوك صدقه خلنا في زام فاني زام ان شاء الله يوليفيت ذا باو هي في كورس مزي ماي برينت ذا زين التي دينغ دي اون فور زين وورد اوف لاست مومنت مو توخ نوخ باي غدان وورد اوف als nog moet extra betaald worden. En de warmtepomp natuurlijk. We komen nog steeds een bedrag van 10.000 euro. We hopen inshallah diegene die nog niet betaald heeft. En of diegene die het graag wil betalen. Dat die het alsnog morgen inshallah doen. En allereerste, of alles laatste wil ik eigenlijk wil ik aankondigen. Dat ik morgen inshallah waarschijnlijk het gebed niet mee zal meemaken. Ligt eraan of ik vandaag klaar ben of niet. En vandaar dat ik eigenlijk mijn excuus wil aanbieden aan diegene die zich een keertje beledigd voelt door mij of wat dan ook. Ook namens het bestuur wil ik onze excuus aanbieden. Waarakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا كما أمركم والزموا عروة الإسلام الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. إخوة الإيمان، يقول تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوة الإيمان، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم نعمة هذا الدين، نعمة هذا الدين بكماله وتمامه. نعم إخوة الإيمان، إن نعمة الإسلام لا تضاهيها نعمة، ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام. يا أمة الإسلام، فاعتزوا بدينكم وافتخروا بأنكم مسلمون، فإنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأمة، إنه الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للعباد، إنه الدين الذي لا يقبل غيره، إنه دين الإسلام، فهو الدين الحق عند الله، وهو الدين الذي ارتضاه الله. يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الكامل، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الدين المقبول ولا يقبل غيره. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلينا معاشر المسلمين، أن نعتز بالإسلام ونتمسك بالإسلام وأن نرجع إلى ديننا، لأنه فيه عزنا وشرفنا ونصرنا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا من أذل الناس قبل الإسلام فأعزنا الله بالإسلام. فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله. وكثير من الناس، وللأسف الشديد، إلا من رحم الله، ابتغوا العزة في غير الإسلام، فأذلهم الله. إخوة الإيمان، إن هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال الفاروق: وأي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، فرد عمر رضي الله عنه وأرضاه
بقوله والله هذه الآية والله إني لأعلم، لا أعلم المكان الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه. قال رضي الله عنه وأرضاه: نزلت في يوم الجمعة وفي يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله عيد لنا، وكلاهما بحمد الله عيد لنا. عباد الله، إن من نعم الله عز وجل علينا أن جمع لنا عيدين، عيد الجمعة وعيد عرفة. فهذا الزمن والتاريخ يعيد نفسه في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم وفي يوم الجمعة وفي يوم عرفة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، حجته الأخيرة وحجته الأولى، حجة الوداع، وقام خطيبا في الناس يرشدهم ويدلهم على الخير وينصحهم. نعم، وما كتم شيئا من دين الله عز وجل، حتى أنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان يشير صلى الله عليه وسلم إلى السماء ويشير إلى الناس فيقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت؟ وبلغ رسول الله، وصدق رسول الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وكشف الله به الغمة، حتى ذكر الله عز وجل لنا هذين العيدين في كتابه العظيم تعظيما وتشريفا لهما. يوم الجمعة سورة بأكملها تسمى يوم الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى في عرفة: فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فالحجاج يا عباد الله على صعيد عرفة، الحجاج اليوم والآن على صعيد عرفة يدعون الله عز وجل ويسألونه من فضله إلى غروب الشمس، ثم ينصرفون إلى مزدلفة للمبيت فيها، وقد غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وقال عثرتهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. وسئل عليه الصلاة والسلام عن يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. نعم إخوة الإيمان، إن الله عز وجل في هذا اليوم وفي مثله يباهي أهل السماء، يباهي بهم أهل الأرض. يقول الله عز وجل لأهل السماء للملائكة: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، آتوني شعتا غبرا، أتوني من كل فج عميق. ماذا يسألون؟ ماذا يطلبون؟ يطلبون الجنة، يطلبون الجنة ويخافون من النار. فيقول الله عز وجل: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولا تكتفي المغفرة هنا، بل يغفر الله عز وجل لمن شفع له أهل الموقف. الله عز وجل يغفر لمن شفع له أهل الموقف، إنه موقف عظيم. وكيف لا وقد تمثلت البشرية كلها في لون واحد وفي لباس واحد وبدعاء واحد وبتلبية واحدة وفي مكان واحد، الفقير كالغني والمالك كالمملوك والرئيس كالمرؤوس، كلهم نداء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. إخوة الإيمان، إنها أرقى معاني التوحيد، إنها أرقى معاني الإسلام في ذلكم المكان. لكن الله عز وجل لم ينسانا، ونحن محرومون أن نكون معهم، لكن الله عز وجل هيأ لنا الخيرات وهيأ لنا مواطن نتزود منها لأخرانا، وفيها صيام هذا اليوم العظيم.
صيام هذا اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. إخوة الإيمان، إن هذه الآية آية عظيمة جدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. استدل بها الإمام مالك رحمه الله، قال رحمه الله: هذه الآية تدل على وجوب الاتباع لهذا الدين، وجوب الاتباع لهذا الدين وعدم الابتداع فيه، وعدم الابتداع فيه. قال رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الدين كامل، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، لن يكون اليوم دينا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا ضال، لا يزيغ عنها إلا جاهل، لا يزيغ عنها إلا مبتدع في هذا الدين. وأن الصحابة شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ وأدى ونصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإسلام، في مثل هذا اليوم العظيم الذي نحن فيه، جمع الله لنا فيه عيدين، يوم الجمعة ويوم عرفة. ففي هذا اليوم تسكب العبرات وترفع الدعوات إلى رب السماوات الذي يغفر السيئات ويرفع الدرجات ويستجيب الدعوات ويقيل العثرات. نعم إخوة الإيمان، احذروا، احذروا أن يفوتكم هذا اليوم الكريم، احذروا أن يفوتكم هذا اليوم العظيم، احذروا أن تكونوا من المحرومين. فهذا يوم مبارك لأنه يوم الصيام، ولأنه يوم القيام، يوم الوقوف لرب العالمين، ودعوة الصائم فيه مستجابة، ودعوة أهل الموقف في عرفات مستجابة، والدعاء يوم الجمعة مستجاب، والدعاء يوم الجمعة مستجاب. إن للصائم دعوة، إن للصائم دعوة لا ترد ولا تحجب، إذا دعاها استجاب الله له، إذا دعاها استجاب الله له. نعم إخوة الإيمان، فعليكم بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، عليكم بالتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، والتضرع إليه بالبكاء، لأن الله عز وجل يحب أن يرى من عبده التضرع والخشوع. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. إخوة الإيمان، نعم لا تكونوا كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا، وكونوا على قلب رجل واحد، واتبعوا هذا الدين الحق ولا تبتدعوا فيه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فما ظهر التكفير، وما ظهر التفجير، وما ظهر التبديع، وما ظهر الفسق في هذه الأمة إلا بسبب الابتداع في هذا الدين. فالدين واحد، فالدين واحد، وقد أكمله الله وأتمه الله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما نهجوا منهج رسول الله وأطاعوا الله ورسوله كانوا قادة وكانوا سادة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم إخوة الإيمان، فعليكم بالعود إلى هذا الدين، وعليكم بالاعتزاز بهذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله:
اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا يغرك كثرة الهالكين، فكن على الحق واتبع الحق ولو كنت وحدك. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقبل الحجر الأسود ويقول: أيها الحجر، والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولو لم أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إنه الاتباع، إنه الهدي النبوي، إنه الهدي النبوي يا عباد الله. فاسألوا الله عز وجل من فضله يا إخوة الإيمان، اسألوا الله عز وجل من كل صغير وكبير. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عباده يتضرعون إليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. أبواب الله ليس عليها بواب، أبواب الله عز وجل مفتوحة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تعالى يقول: واسألوا الله من فضله. فلا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. بني آدم الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حينما يسأل. بني آدم يغضب وإن كان أخا وإن كان أبا، يغضب حين تكثر عليه السؤال، لكن الله يفرح حين تسأله. إن الله يحب العبد الملحاح المصر الذي يعلم أنه ليس لها من دون الله كاشفة. مشاكلنا التي نتخبط فيها بيننا وبين أبنائنا وبين معتقداتنا وبين كل ما نسير به إلى الله، الحل هو التضرع إلى الله، الحل هو أن ندعو الله بصدق. أوليس الله قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن الشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخوة الإيمان، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والزموا عروة الإسلام الوثقى، فإنها النجاة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فاتخذوا صالح الأعمال من صيام وقيام ودعاء لرب السماء، إنه الله الذي يرانا ويقول: ماذا يسألون؟ ماذا يريدون؟ هل رأوني؟ هل رأوا الجنة؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وكل مرة يشهد الملائكة، لأن الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم الله عز وجل أن هناك عباد لن يغيروا ولن يبدلوا، وسيكونون على الطريق. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا من قلت وقولك الحق: ادعوني أستجب لكم. فاللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم من سألنا الدعاء من قريب أو بعيد، من مريض أو صحيح، اللهم يسر أمورهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم تقبل صدقاتهم، اللهم أكرمهم يا رحمن يا رحيم، اللهم أيدنا بنصرك وتوفيقك، اللهم علم جهلنا، اللهم علم جهلنا، اللهم اكس عارينا، اللهم أطعم جائعنا، اللهم علم جاهلنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم تولنا في أبنائنا، اللهم تولنا في أزواجنا، اللهم يا رب هب لنا من أزواجنا
وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم أكرمنا بالعلم النافع، اللهم أكرمنا بالعلم النافع. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، تراصوا يرحمكم الله، استقيموا واتموا الصف الأول فالأول، حادوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات،
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان، بالنسبة لصلاة العيد إن شاء الله تعالى السادسة والنصف، السادسة والنصف، هل زيف صلاة العيد إن شاء الله؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. بسم الله. De imam sprak de vorige keer over de voortreffelijke eerste 10 dagen van de maand Dhul-Hijja. Een van de beste maanden in het jaar. De maand waarin de hajj plaatsvindt, de grote bedevaart naar Mekka. En in deze maand vindt ook Yom Arafa plaats, de 9e dag van de maand. En die dag is vandaag. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: goede daden die verricht worden in de eerste 10 dagen van Dhul-Hijja zijn meer geliefd dan in iedere andere maand. En dat betekent dat goede daden nu nog meer worden beloond dan op andere dagen. En de imam heeft vorige keer een aantal goede daden genoemd, zoals berouw tonen, hajj en umrah verrichten, het dua en dikr uitspreken, vasten en offeren. Het is aangeraden voor de moslim om te vasten tijdens de eerste 9 dagen van Dhul-Hijja en vooral vandaag, op deze gezegende dag van Arafa. Yom Arafa is de dag waarop meer mensen worden bevrijd van het vuur dan op iedere andere dag. En het vasten op Yom Arafa leidt tot vergeving van de zonden van het vorige en het komende jaar. Dus voor deze ene dag vasten worden wij vergeven voor de zonden van 2 jaar. Yom Arafa is ook de dag waarop de islam werd voltooid. Deze dag is voor ons een feestdag. En hoe weten wij dit? Een Joodse man ging naar Omar ibn al-Khattab en zei tegen hem: o leider van de gelovigen, er is een vers uit jullie Koran dat jullie reciteren. En als het aan ons, aan de Joden, zou zijn geopenbaard en we zouden weten op welke dag het was geopenbaard, dan zouden wij deze dag als een feestdag hebben genomen. En Omar vroeg: welk vers is dat? En de Joodse man antwoordde:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Op deze dag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en ik heb mijn gunst aan jullie voltooid en ik heb voor jullie de islam gekozen als godsdienst. Omar zei daarop: wij kennen de dag en de plaats waar dit vers is geopenbaard aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het was op een vrijdag en het was op de dag van Arafa. En beide zijn voor ons een feestdag. Laten we deze dag benutten. Probeer alle gebeden te bidden in de moskee. Probeer Allah te gedenken met smeekbeden en lofprijzingen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons aanbevolen om veel takbir te doen. Vanaf vandaag tot en met de laatste dag van Ayyam al-Tashriq. En de meest bekende takbir is Allahu Akbar, Wallahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Morgen, na deze geweldige dag van Arafa, kunnen wij ons verheugen op wederom een grootste dag, Eid al-Adha, de dag van het offer. Allah heeft ons opgedragen om een offer te brengen en heeft daaraan een grote beloning gekoppeld. En we gedenken met het offer het verhaal van profeet Abraham, Ibrahim, die in een droom zag dat Allah hem opdroeg om een van zijn zonen te offeren. Ibrahim alayhi salam was overdonderd dat hij zijn zoon moest offeren en hij ging naar Ismaël toe om hem te vertellen over deze droom. En Ismaël antwoordde dat hij volledig vertrouwde op Allah en op zijn vader. En toen Ibrahim zich had voorbereid om Ismaël te offeren, ontving hij de openbaring van Allah dat hij was geslaagd voor de test. Omdat Ibrahim standvastig vertrouwde op Allah en bereid was om zijn opdracht te vervullen, hoefde hij niet zijn own zoon te offeren, maar werd een offerdier gestuurd. En die handeling gaan wij vanaf morgen ook verrichten, inshallah. Allah zegt in Surat al-Hajj: het is niet het vlees of het bloed dat Allah bereikt, maar het is de vroomheid van jullie die hem bereikt. Het offer is een symbolische handeling waarmee wij dichter tot Allah willen komen. Morgen, inshallah, is een belangrijke feestdag. Wij zijn Allah dankbaar en we komen bij elkaar voor het gebed. De feestdag begint bij Al-Fajr eigenlijk al. U bent dan al welkom in de moskee. Het eidgebed zal plaatsvinden, inshallah, vanaf 6:30. Iedereen is welkom, mannen, vrouwen en ook kinderen. En voordat je naar de moskee komt, doe je de ghusl, de grote wassing. En je trekt je mooiste kleding aan. En voor de mannen, wij gebruiken een lekkere geur, inshallah. En we zullen elkaar feliciteren met de woorden: Taqabbalallahu minna wa minkum. Mogen Allah het van ons en van jullie aanvaarden. En als we de moskee verlaten, dan nemen we een andere route dan op de heenweg. Wij vragen Allah om ons deze dag te laten meemaken, morgen inshallah. Om onze daden te accepteren en om onze beloning te vermeerderen. Amin. Walhamdulillahi rabbil alameen.